وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية هالة الخالدي. أهلا بك في نشرة الثالثة. ودكتور، يعني مملكة البحرين تشارك شقيقتها دول مجلس التعاون في أسبوع التغذية الخليجي الذي يهدف هذا العام إلى نشر وتعزيز ثقافة اختيار الغذاء الصحي والمتوازن وتعزيز أنماط الحياة الصحية. لو تحدثينا أكثر حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاتصال. طبعا هذه خطوة ممتازة لمشاركة دول الخليج في هذه الفعالية لنشر الوعي الصحي والتغذوي، الشيء المهم جدا في حياتنا، وفي وعي كبير جدا حصل في هذه الفترة وبعد أزمة الكورونا أن الغذاء شيء مهم جدا ويجب أن نهتم فيه. وبالضبط كمان ليست فقط موضوع السمنة، ولكن حياة صحية ونمط صحي جيد بشكل عام. نعم، أخصائية التغذية العلاجية هالة الخالدي، شكرا جزيلا لك.